نحكي لكم اليوم عن رجل الأعمال المصري محمد لطفي منصور، الذي جمع بين الثروة والنجاح في المناصب الحكومية التي وصل إليها في أكثر من بلد. منصور هو رجل أعمال من عائلة ثرية، ولكن قصة نجاحه تكمن في أنه استطاع أن يكمل مسيرة عائلته وأن يحصل على شهادات جامعية في الخارج، ويحقق طموحاته الاجتماعية في الوصول إلى مناصب حكومية في المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية. ولد محمد لطفي منصور في 23 من يناير كانون الثاني لواحدة من أشهر عائلات الإسكندرية، وهي عائلة منصور التي كانت تستحوذ على العديد من الشركات التجارية. حصل منصور على بكالوريوس هندسة النسيج من جامعة نورث كارولاينا عام 1986، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة أوريغون الأمريكية عام 1971. عاد منصور لمصر ليرأس مجلس إدارة شركة منصور شيفرولي بعد وفاة والده عام 1976، تلك الشركة التي يعمل فيها الآن أكثر من 60,000 موظف، وقد أشرف على تطويرها وتنمية شركاته، وقد ارتبط اسم هذه الماركة الأمريكية باسم عائلته في حالة فريدة من نوعها تحصل لأول مرة في مصر، علاوة على امتلاك منصور ل 15% من شركة جنرال موتورز مصر وبعض العلامات الأخرى التي يمتلكها كإطارات ميشلان، مطاعم ماكدونالدز، وأسواق مترو الشهيرة، إضافة إلى أجهزة سيمنز وبعض العلامات التجارية الأخرى. يقول منصور أن عائلته تتمتع بالحدس الصائب دائماً فيما يتعلق بإدارة الأعمال، وهذا ما كان دفعه لإنشاء شركته مان كابيتال في عام 2010 في لندن لزيادة استثمارات العائلة. الحدس الصائب الذي تتمتع به عائلة منصور هو ما دفع رجل الأعمال إلى المراهنة على بعض الشركات العملاقة والتي لم يكن لها وجود كبير في السابق، كعملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك وفي شركة Airbnb، كما أنها جمعت الأسهم في صمت من كبار شركات سيليكون فالي مثل تويتر وسبوتيفاي وأوبر، إضافة إلى أنها راهنت على نجاح الشركات العالمية الكبرى مثل شركة ديدي تشاكسينغ الصينية وشركة ديليفيرو القائمة في المملكة المتحدة. شغل منصور العديد من المناصب السياسية، فكان وزيراً للنقل في حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في الفترة ما بين 2005 ل2009، إضافة لكونه أميناً لصندوق حزب المحافظين البريطاني في 2022، وبعد أن استثمر عقوداً من حياته في بناء إمبراطورية الأعمال واسعة الأفق، يرغب منصور الآن في إبقاء تلك الأعمال في إطار العائلة، حيث يعمل بالفعل 10 أعضاء تقريباً من الجيل الجديد بعائلة منصور في المجالات المختلفة في المجموعة، بما فيهم لطفي ابن منصور الذي يضع آماله كلها عليه في رئاسة تلك الإمبراطورية ليكمل نهج والده الذي قال أن أفضل استثمار حققناه هو وحدة عائلتنا، وهذا ما أدركه بعد العديد من التجارب التي خاضها، مدركاً أن العائلة هي ما سوف يكمل تلك الإمبراطورية الناجحة. قصة منصور من القصص التي تجعلنا نقف أمامها ونتأمل هذه الشخصية التي امتلكت العديد من المهارات التي حولها لأرض الواقع، التوازن الذي أجاده بين شغل مناصب حكومية هامة وريادة الأعمال، الشغف والطموح في تحويل تلك الأفكار لمشاريع جديدة حققت عوائد كثيرة ونال ثمار ما طمح له، وبكل تأكيد أهم مهارة وهي الاستمرارية، فهذا العبقري كان خير مثال للاستمرارية، فأكمل ما بدأ والده ويسعى الآن أن يجعل نجله يكمل تلك المسيرة المذهلة.